مبروك مبروك يا حياة قلبي مبروك، هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا وشو حلوة دنيتنا. مبروك مبروك هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا شو حلوة دنيتنا. مبروك مبروك يا سلام يا سلام، شو منتمنى بحياتك تتهنى. تتم بإذن الله وقائع مناقشة الطالبة شيماء السيد إبراهيم رمضان. قبل أن نقدم يعني السي في بتاع الباحثة مس شيماء، بنحب إن احنا نرحب النهاردة بضيوفنا الأعزاء الأستاذة الدكتورة ميرفت صالح محمد صالح الحديدي، أستاذ الدكتور المناهج دكتور التدريس في الكلية، ويعني أحد علامات المناهج وطرق التدريس في مصر، ويعني صديقة العمر يعني.
فأهلا بحضرتك دكتورة ميرفت، كما وأرحب بالأستاذة الدكتورة مروة أحمد نعيم، أستاذ مناهج طرق التدريس بكلية التربية جامعة كفر الشيخ، في بيتها مش عاوز أقول بقى بيتها الثاني ولكن بيتها الأول مكرر. ويعني أستاذة الدكتورة مروة من الشخصيات ما شاء الله الخلوقة البارزة، وهي عالمة جليلة، ويعني احنا بنشوف يعني الشباب الجميل ده وبنبقى مبسوطين. فأهلا وسهلا بحضرتك الدكتورة مروة، ورحب بنتي الجميلة العزيزة أستاذة الدكتورة سماح رزق رمضان، أستاذ مناهج طرق التدريس بالكلية. والحقيقة دكتورة سماح طبعا إضافة قوية جدا لتخصص المناهج طرق التدريس بالكلية، وبسعد جدا إن أنا أشوف مين في حضرتك دي يعني قاعدة جنبي دكتورة سماح، لأنه طبعا علاقتي بدكتورة سماح وهي لسه أندر جرادويت، وهي ما شاء الله كده كالوردة المتفتحة من سنة إلى سنة إلى سنة إلى أن أصبحنا زمايل، وأنا سعيد جدا بزمالتها وصداقتها. ونقدم يعني سي في كده مختصر لمس شيماء، وطبعا برحب بمس شيماء وبضيوف مس شيماء من اهلها وطلابتها وزمايلها، خاصه النية اللي جايه بخصوص القاهره، ده حاجه جميله يعني. انا اصلا من الناس اللي بتقدر الوفاء والحب، يكون في زميلة تسيب بيتها وولادها وجوزها عشان تحضر لزميلتها وتتجهش معنا السفر. ف يعني هذه القيم انا احرص عليها جدا، لانه للاسف الشديد يعني كل بدات ايه يعني تضحل شيئا فشيئا، وده طبعا حاجه دايما. فاهلا وسهلا بك يا سيدة، وطبعا كمية بنتي برضه حبيبتي تلمستي، وأهلا جميع الحاضرين. وعلى بركة الله الطالبة شيماء السيد إبراهيم رمضان، حاصلة على ليسانس في الآداب والتربية خاصة اللغة الإنجليزية تقدير عام جيد عام 2010 من كلية التربية جامعة المنصورة، ودبلومة المهنية في التربية تخصص المناهج طرق التدريس تقدير عام بي يعني جيد من كلية التربية أيضا، ودبلومة خاص في التربية تخصص طرق التدريس اللغة الإنجليزية تقدير عام جيد. بس احنا نخرج عن جاي النهارده وندي حاجات جامده ان شاء الله، لان هي اكيد نضجت يعني، وحد من يعني الناس اللي بتدرس وبتمارس المهنه عن كثب، وان شاء الله باذن الله نفرح بيها. وافق مجلس قسم المناهج وطرق التدريس بتاريخ 24/3/2018 والكليه في 18/4/2018 والجامعة في 6/6/2018 على قيدها وتسجيلها لدرجة الماجستير في التربية قسم المناهج وطرق التدريس بموضوع استخدام أنشطة الذكاءات المتعددة لتنمية مهارات التحدث باللغة الإنجليزية والكفاءة الذاتية لدى تلاميذ المرحلة الإعدادية تحت إشراف علي عبد السلام كورة قسم المناهج وطرق التدريس بالكلية، والأستاذة الدكتورة سماح رزق رمضان أستاذ المناهج وطرق التدريس بالكلية. وفق مجلس قسم المناهج وطرق التدريس بتاريخ 29/6/2020 والكلية في 13/7/2020 والجامعة في 19/7/2020 على تشكيل لجنة المناقشة والحكم على رسالة من المتقدم من علاء عبد السلام كورة أستاذ المناهج وطرق التدريس بالكلية، والأستاذ الدكتورة ميرفت محمد صالح حديد أستاذ المناهج وطرق التدريس بالكلية، أستاذ الدكتورة مروة أحمد رفعت معين أستاذ المناهج وطرق التدريس بالجامعة كلية التربية جامعة كفر الشيخ، أستاذ الدكتورة سماح رزق رمضان أستاذ المناهج وطرق التدريس بالكلية. وقررت اللجنة مناقشة الطالبة شيماء السيد إبراهيم رمضان مناقشة عالمية يوم الثلاثاء الموافق 25/8/2020 بقاعة الأستاذ الدكتور رشد طعيمة رحمه الله بكلية التربية جامعة المنصورة. وعلى بركة الله بنطلب من مس شيماء يعني سينوبسيس بسيط كده في 10 دقايق، لان احنا في زمن يا جماعه كورونا،
والمناقشة يعني إن شاء الله لم تستمر أكثر من ساعة. فبرضو أنت اضربي لنا المثل بالتقيد بالوقت. تفضل. Using Marco intelligence based effective test to develop speaking skills for brave stage students and their self effects. Statement of the problem. Based on the previous study, the pilot study results and the research experience, the problem of the present study springs from students' low performance in speaking skills. This was reflected in their low performance and their inability to use language properly to achieve communicative purposes. Therefore, this study used MI-based activities as possible means for improving students' speaking skills and their self-effects. Questions. What are the MI-based activities suitable for developing EFL speaking skills for second prep students? What is the effectiveness of using MI-based activities in developing EFL speaking skills for second prep students? What is the effectiveness of using MI-based activities in developing EFL self-efficacy for second prep students? Purpose. The present study aimed at investigating the impact of using MI-based activities on improving EFL second year preparatory stage students' speaking skills, fluency, pronunciation, grammar, vocabulary, and comprehensibility, and their self-effects. Significance. The significance of the current study stems from the following consideration: helping EFL teacher with new techniques to enhance speaking skills, directing the attention of EFL teacher and textbook writers to how to design EFL learning activities in terms of MI theory. Delimitations. The present study was delimited to assembly of second year preparatory stage students at National Bahri Prep School for Girls at the Kahlia Governorate. The textbook of the second term of second year preparatory stage students. Instruments and materials. A speaking skill checklist, an EFL pre-post speaking skill test, an EFL self-efficacy scale. Results. Results of the present study revealed that MI-based activities used in this study were effective in improving the student's speaking skill as a whole, and its sub-skills, pronunciation, fluency, grammar, vocabulary, and comprehensibility. MI-based activities enhanced the student's self-efficacy and promoted their desire towards learning a foreign language, especially English language. MI-based activities improved the experimental group students' speaking skills, while the control group students who were taught through the regular teaching didn't show much improvement. The students taught that using suggested treatment achieved better results than the peers of the control group because they were given the chance to learn the content by using MI-based activities. Recommendations. In the light of results and conclusion of this study, the following recommendations were offered. Curriculum design of EFL teacher and the school administrator should include MI-based activities in EFL courses and textbooks to improve students' speaking skills and their self-effects. Ministry of Education must provide EFL service teacher with training program on using MI-based activities for improving student speaking skills and self-effects. Course designer should put into consideration the inclusion of MI on developing speaking skills at preparatory level. Acknowledgements. I'd like to express my gratitude and sincere thanks to Almighty Allah for equipping me with the patience and faith to accomplish this thesis. Also, this work couldn't have been accomplished with the help of several people. Accomplished. Of several people who I'm grateful to. There is no proper words to convey my deep gratitude and respect for my dear supervisor, Dr. Ali Abdesami Ura, Professor of Curriculum and Instruction, Faculty of Education, Mansoura University. I'd like to express my special thanks and gratitude to Prof. Ali, who welcomed me and guided me during the long time of this study. He monitored, supported, and helped me like a father to accomplish this work at the desired level. For words of gratitude, I am enough to express my deepest and hearty thanks and respect to my lovely supervisor, Dr. Samah Rizq Hassan, I really thank her for her time, effort, and support. Moreover,
I do appreciate Dr. Mirvan Salih Hayili, Associate Professor of Curriculum and Instruction, Mansoura University, for accepting to examine my thesis and devoting time to read my work and provide me with rich comments. Additionally, I'd like to express my gratitude to Dr. Marwa Ahmed Rifat Naim, Associate Professor of Curriculum and Instruction, Coffee Shake University, for accepting to be a member of my examination committee. Many thanks go to the juror of the study instruments and their feedback and valuable comments. Finally, I'd like to thank my family for their encouragement, which supported me emotionally to overcome many of the difficulties I faced. Thank you. Thank you. وعلى بركة الله سنبدأ 2018 وسنبدأ بالأستاذة الدكتورة مروة نعيم لمناقشة البحث. To say that, as any word, your thesis has a number of pros and cons. The pros you have are many. First of all, your acknowledgement is not overloaded with unnecessary praise to everyone in the world. Rather, you thank those who directly contributed to your work. This is a merit. Number two, you have a good abstract that has met the criteria of ABA. The third merit is mentioning the problem in a statement rather than question four. Many researchers commit this mistake, okay? Number four, your language is not fully accurate, except some slight mistakes. Five, reference citation is well written in general. As for the cons, they are not many. They are slight, and let's see them in the detail. In your abstract, you overlook mentioning the statistical techniques you used to analyze data. You have to mention this in the abstract, the statistical techniques you used. Then, the third line from the bottom, you have pronunciation, grammar, and comprehensibility. This subscale, comprehensibility, is missed in the pilot study. And please revise page 10, okay? The table of contents, chapter 2, the order in which your variables appeared in the title is number one, multiple intelligences, right? The order of your variables in the title, number one, multiple intelligences, speaking skill, and 3, self-fit, okay? You should handle them in the same order in chapter 2. Chicken. Okay, احنا رحنا هنا على فكره دايما dependent variable, dependent variable. يعني having in mind that the dependent variable is the variable that necessitates the whole thesis. And that's why we direct our students here to start with the dependent variable, not the independent variable. And the under investigation. Yeah. On page 20, in the table of contents, Bardo under chapter 2, you have a subtitle review of literature and related studies. No need for this subtitle. And one of chapter Nafsu, we all in all literature and related studies. But I did that late, subtitle Nafsu.
The next page, we are still in the table of contents. Page 40, importance of speaking. This item is repeated. You have mentioned it on page 22, so please omit it here. Count it, 22, importance of speaking. 40, importance of speaking. Okay? The next page, homogeneity of the study groups. I think it would be better to talk about the homogeneity of the groups as a part of describing participants. Each, we are still in the table of contents. Page 107, homogeneity of the study groups. You make it a separate title. Yes. Okay, I think it would be better to talk about this trait, this characteristic, under the title participants. Description of participants. Yes, yes. Chapter 1, page 2, the first paragraph. The first paragraph under the introduction and background. This part is too general and seems to be like the typical introductions kept by part for writing secondary stage paragraphs. It's preferable to start with the importance of speaking, hit the nail. Okay? The user to write one paragraph about general language itself at the beginning of the introduction. Yes, but I think this is very general. Okay? Yes. You can start from speaking clearly and yes. So on. Page 5. Read please the last few lines before number 1, starting with in Egyptian schools. Page 5. Paragraph 10. Paragraph 10. In Egyptian schools, only two kinds of intelligence are studied, namely mathematical and verbal intelligences. And the most prevalent is verbal intelligence. Okay. Yes. Is this your own opinion or there is an evidence in previous studies? Evidence. Where is the citation? Not in the previous studies, in this study itself. Yes, I asked here to clarify the point. بس يعني أنا مش بعترض على الكلام بس بقول كان كلام. كلام. يعني you have to clarify that. لا مش كلام لا كلام لا هي مش واخده ماثيماتيكال لا احنا لما عملنا الدراسه first of all we examined the sample itself and we applied the multiple intelligence inventory on the sample and the most salient types of intelligence were these two. So it is documented. So this is your effort. You have yes. to make it. I'm telling you, but هو good. But who did it? What the hell? Page 8. You have a quotation at the top of the page. In my view, starting with in my view, I have some remarks here. Number 1, a quotation should be italicized to be distinguished from your own words. Okay, so you have to write it in italics, since it's a quotation. Number 2, according to the latest edition of the ABA, cite a direct quotation as follows. You write Gardner, and then Apprats, the year of publication, colon, and the number of the page. Yes. Okay. Page 9, the last paragraph. Could you please read the second sentence? Low self-efficacy learners. Low self-efficacy learners will take part in fewer activities and give up more easily when they meet a challenge. This results in their weak performance lower their self-efficacy. Okay, according to what you wrote, such students already have low self-efficacy. So how can this lead to lowering their self-efficacy? Again. Participants who have they are already have low self-efficacy, and then you say that this results in their lowering their self-efficacy. Yes. I think there is a logical problem.
try to revise this and try to rephrase it if you have another meaning. Page 10. اللي هو ده on page 9. Yeah. What's the point here, Pramara? ريت أنا فهمني يعني. أقول لك إن those who have low self efficacy, when they participate in fewer activities, then their self efficacy will go lower and lower. Lower yeah. than the huh? low. Lower than the low. Yeah. Self efficacy. Not yeah. than the low, but lower. Then their self efficacy. Why? Because there is no enough activities that they participate in. The more active, take it the other side. The more activities they participate in, the higher their self-efficacy will be. I think Justin needs to clarify them. It works. Page 10, the pilot study. I have comments on the pilot study. I wrote them on page 151 and 152. Ramandir, inshallah. But here, we have you said that an analytical rubric and it included four subscripts. Who rated or evaluated this list? The jurors. Who rated? Oh. Rated the pilot list. Meaning the score, yeah, صح. 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 The pilot study. At least three raters should evaluate students speaking to avoid bias. Okay, the pilot study? Yeah, yeah, the pilot speaking. Oh, yeah. Okay. لا. 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 في البايلوت ستادي ولا 3 ريترز ولا 2 ريترز ولا أي حاجة، هو 1 ريتر فقط. لأن this is a pilot study. We are just establishing a fact that there is a problem. But when we come at the end of the experiment or the end of the treatment, then we have two inter or interliterary level. I mean only the nature of speaking may require that I have other ratings. في البايلوت ستادي؟ يعني عشان speaking جديدة. بس عشان speaking مش عشان لا جديدة دي ما احنا عارفين في أي مهارة يعني هديك جديدة بس احنا بنتقبلها يعني. You say that it included four sub skills. This does not match the abstract in which you stated that you targeted five speaking skills. Then I told you on four. In actual abstract, on five. Okay? You missed comprehensibility again. زي ما قلنا في الأول. بس she added the according to وعملها في إكسل. لا لا. according to the questionnaire. هو لما بيبقى في validation بيقول لها ضيفي كذا. تكون هي اوريدي عملت البايلوت ستادي. يبقى في الانسترومنتس ولا لا ضيفي. On page 11, you have a multiple intelligences inventory, MII. Page 11, okay? Yes. You talked about a multiple intelligences inventory. Is this tool yours? Yes. Is this tool yours? Yes. Or is it a ready-made tool? No, smart tools. Okay, you have to mention that. يعني أنت بتبخسي حقك يا أستاذة شيماء. حاجات كتيرة. كل مرة بتقول لك أنا فاهم. بتقول لك إن أنت عاملة حاجات كويسة. قول لي إتس ديزايند باي ذا ريسيرشر كده يعني فخمي في نفسك لأن حقك يعني. تيجي الحاجة بتاعتك وتقول أنا ما تذكريش إن أنت اللي عملتيها. عشان لو حد ياخدها منك بعد كده يصيرها ليكي. بالظبط صح. بيج 12 ستيتمنت أوف ذا بروبلم. You overlooked measuring student self-efficacy in your pilot study, although it's one of, of your main variables. Okay? And how did you make use of this result of table 2? How did you employ these results in your study? كتبت لنا التابل مشكورة وديتينا البيانات اللي فيه بس ما قلتيش استفدت بإيه بقى. It's the most prevalent intelligence among second grade students. I know these are the prevalent activities, so I designed the most suitable activities according to the most prevalent. Please document that? Yes. What do you mean? 13.
عامله شغل كتير قوي وعامله بالك يعني عنا نعرف ايه. Page 13 hypotheses. You measure speaking as a whole here. Why did not you devote hypotheses for each speaking sub-skill? Which speaking? We have five. Yes, you have five sub-skills. Yes. Okay. But here in the hypotheses, you measure speaking as a whole. As a whole, yes. Yes. Why didn't you devote a hypothesis for each sub-skill of speaking? Yes. حاجة أسهل وأكثر يعني علمية إن أنت في تشابتر 4 انت ما عملتش كده؟ لا عملني كده في تشابتر 4 يعني هي وضحت اتش سب سكيل في تشابتر 4 هو واضح ان ايه تشابتر 1 كان اتكتب من فتره صح مظبوط؟ لا حضرتك هو تشابتر 1 كده فعلا زي ما هو احنا ما غيرناش فيه بس ده خطه انما لما بنيجي بقى في كده الحاجات اللي حضرتك بتتكلمي عليها موجوده في تشابتر في بيج 115 تمام بس هو على اساس ان هو الرساله اكتملت فينبغي ان احنا نروح تشابتر 1 نعدله برده لان هو اللي بيقرا بياخد فكره الاول تشابتر 1 فعشان ما يحسش ان في تناقض لا بس هي بقى في ريبيتيشن مش تناقض ولا حاجه يعني احنا دلوقتي لما نكتب التشابتر 1 هنكتبه تاني في تشابتر 4 وهنكتبه تاني في تشابتر 5 ده ريبيتيشن. Page 14. ده على فكرة خدت ربع ساعة ولسه في page 14. حضرتك عندك نص ساعة وتخلصي الرسالة كلها. لا خلاص بس عشان بس يعني إيه؟ سرعي بس الرقم عموما يعني في حاجات في details كتير written in detail هتشوفيها أنت مش لازم وحضرتك كاتبها لها يعني. كاتبها لها. On page 15 number procedures of the study. Number 2 to 3, I think they are the same. Number 5, 4 and 5 has already been mentioned in 4. And try to revise these. في بعض الحاجات الخاصة بالتنسيق والكلام ده أنا كنت بهالك برضه التنسيق مش كتير. عندك on page 17 a good point your operational definitions دي حاجة كويسة جدا في بحثين كتير بيغفلوها. Chapter 2. Chapter 2. لا لا يعني take your time بس لازم تقيم لنا. The theoretical background. This subtitle should be merged with the following. One, the nature of the speaker. Okay? Speaking skill is one of the most important skills language learners have to master. You repeat this a lot of يعني حسيت حتى انا كتبالك كده ملحوظة من باب الدعابة يعني ده فيلم احمد حلمي الف مبروك. من ما بمشي في الرسالة بلاقي ايه speaking skill is one of the most important skills. ايوه بالظبط. ما تهوش مني. احس ان ايه الاوتوبيس جاي كده زي ما في الفيلم بالظبط. ما تهوش مني يعني. لا لا انا عارف. اوكي. Page 22. The importance under the subtitle, importance of speaking. You define speaking rather than showing its importance. كتبت subtitle, the importance of speaking. لكن اللي مكتوب تحت subtitle عبارة عن definition وليس importance. Accuracy on page 24. Why did not you name the grammar subskill accuracy then? Grammar? And didn't you include grammar? Why did not you name the grammar subskill? Have subskill some grammar. Yes. Is there a difference between grammar and accuracy? In speaking, yes. Just make sure that you know that the on page 26, you mentioned nothing about the sub-skills of vocabulary and comprehensibility. I'm jumping. Also. Jumping يعني تقولي chapter 3. مش تقولي chapter 3 شكلها هتروح لكده فعلا. بس عندنا on page 40.
مبروك انت تقولي الف مبروك وهي انا فعلا مسميهم نعم وكل جميع طبعا انا صدمت يعني اعتقد بيج 40 لحد اول باراجراف من 42 كده كنا احنا شيل بقى هتعرف التنسيق الاخيرين في الدكتور بتاع جدة شيل يعني لانها كانت موجوده في كل حته كده مش لازمه هنا خالص في عندك هنا speaking challenges speaking is the most challenging skill such generalizations should be academically proved انت بتقولي ان speaking is the most challenging skill زي ما كنتش writing او reading او listening هل في دليل على كده ولا دي وجهه نظرك؟ هما بتشتغل بس تحت الكلمه تعامل موجود يعني بتقول ان هي ذا موست دايما لما تكتب تعميم يا شباب يعني try to avoid generalizations ماشي ممكن تقولي ان هي is a challenging skill لكن تقولي ذا موست تشالنجينج سكيل لان ممكن تبقى فيه بالنسبه لناس ثانيه كمان individual differences يعني يبقى عنده listening مثلا هو الموست تشالنج خلاص يعني طبعا هي مدارس but related studies should be stated in a chronological order starting with the most recent studies and moving forward to يعني هي schools ماشي بس في logic في الطريقة اللي بقولك عليها دي غالبا the most recent studies correct ideas and prove some wrong parts in the old studies خلاص فبيبقى الافضل ان انا ابدا في الايه ريسيرش ستادز فده اتس اوكي It's a very good point to comment on the previous studies. However, you concentrated on the importance of speaking skill. I swear I believe you. Speaking is important. Allah Subhanahu wa Taala. Amen. We're not going to believe you. Allah. Allah. على فكرة الدكتورة كانت بتشكر شيماء دلوقتي على التعليق اللي هي عاملاه بس الناس تعرف ايوه طبعا يعني حاجات كتير بتقولها بالعربي برضه لا ما شاء الله يوضح هي تلميذة الدكتورة عليا في بعض الحاجات البسيطة عشان ما زي ما قلت لك كده انت هتاخدي طبعا رسالة هتبصي في الكلام المكتوب كله. Chapter 3 First of all you have a very contracted introduction خلاص يعني لما بنكتب introduction chapter انت عاملها يعني very condensed try to reach this introduction جملة واحدة بس خلاص ما ينفعش نعمل باراجراف كله اصلا ماشي. As for the design, I have a question here for you. How did the treatment take place within the experimental group? كان شكلها ازاي؟ في الاكسبيرمنتال جروب. المجموعة التدريبية كان عليهم 42 طلبة كانت من الصف in the second preparatory stage students. They were taught through using MRI-based activities for 10 sessions at the final. You have written that, but working on MI entailed having more than one experimental group, I think. Leva, because you were supposed to give activities that address each type of intelligence, you have multiple intelligences, different intelligences, within the experimental group. The same kind of intelligence? No. Fine. You are not there, and I need activities that address all the types of intelligence. The types of intelligence they have. يعني كان عندك في الاكسبيرمنتال جروب عارفه ان دول مثلا جيرتل انتليجنس دول يس دايما لما
تكتبش التايتلز ات ذا اند اوف ذا بيج يا شيماء، دي حاجه لها علاقه بالتنسيق ماشي، ممكن تكوني شلتي حاجه او حطيتي حاجه في الامور اختلفت، بس دايما ما بتجي ما يمشي. 97 في عندك ذا سبيكينج سكيل تشيك ليست، تقول انها تشيك ليست وتحتها على طول كاتبه ان اوردر تو ديزاين كويستشنير، كويستشنير ولا تشيك ليست؟ تشيك ليست responses of the jury were statistically calculated. This is the weakest type of validity. Page 98. Why did not you employ more powerful types of validity through statistical means? Yeah, try to think about it. 99 gamble في appendix C page 156 very important notes and let's move to 156 بسرعه. I have three notes here. You overlooked number one, you overlooked the general instructions on the test. Number two, the speaking sound skills you measured are inseparable by nature. Measuring them in Scoring the test on 103, appendix D, what is stated there did not entail a separate appendix. Appendix D ما استهلش ان احنا نعمل appendix. ماشي ممكن يكتب في بعض الملاحظات كده انا هعديها على اساس ان انت هتضيفها تمام. Page 107 في عندك subtitle بيقول homogeneity of a study rules. I
I think this is the prefest. لا احنا هنلعب في التصهير يعني ايه مدارس. اما اكتب the pretest يعني هنا في المنصورة University يعني. pretest يعني ايه؟ يبقى يجب ان انا هنا تحت الاقي pretest. لا. احنا هنا the function of the pretest is to establish homogeneity between the two. فعشان كده يعني انا بقول حضرتك اللي احنا ماشيين بيه هنا. لان الحاجات اللي هي ملهاش ذنب فيها احنا نضرب لما هي ذنب فيها منك لها 108 why do you use different significance letter for your tools في عندك هنا the value was insignificant at 0.05 level of significance في مواضع تانية كنت عاملاها 0.01 ليه كل مره بتستخدمي different significance level في justification كده هو احنا عاملين لا احنا عاملين المقياس بتاعنا كله على 0.05 انما هو لما بيطلع بقى في الجدول يعني احنا في الهايبوثيسيز كلها على 0.05 طلع اقل فشي هاز تو ريبورت خلاص انما still included under Moving to chapter 4, save time. 114. Interpreting t-value entails comparing the calculated TAP to the critical TAP in statistical tables, not comparing mean scores. ماشي؟ يعني ما تيجي تفسري قيمة T المفروض إن أنت عندك calculated value اللي أنت حصلت عليها وعندك critical value في التابل تشوفي بقى اكبر اصغر وتفسري لكن انت هنا قلتي ان انت قارنتي الايه المين سكورز this is not true in terms of statistics ودي يعني احنا مش قلنا شويه بس ماشي لان احنا دايما بنقارن بالمين سكور ده مش مشكله لانه ادق بس يعني مش مشكله لا هي ادق On page 118, discussion of results, I have some remarks here. Although the discussion of results is the most important part of the thesis, we did not give it much attention. Number one, in terms of quantity, two pages are not enough to discuss the results on. We have 3 pages. 3 pages. هم 2.5 pages. عشان كده بحرك قللتي فاحنا زودنا. Yeah, try to enrich the discussion in terms of quantity. And in terms of quality, you did not provide a rich and fruitful discussion. Where are the studies you linked your results to? Only a couple of studies. في عندك دراستين اتنين بس اللي اتكلمت عنهم في الدراسة. ودي حقيقة بصراحة لأن احنا ما لقناش يعني ايه سبورت جامد من الدراسات عشان كده خلينا في الحاجات اللي واحدة أجنبية واحدة مصرية. Chapter 5. Chapter 5. 4 صفحات. ده بقى النيو ترند عندنا. 4 صفحات. ده احنا نقعد نعيد ال chapter 1 chapter 4. Page 123. You did not mention the MI inventory. ماشي اوكي انت دلوقتي بتتكلمي عن التولز او الحاجات فحطي ماشي as for the results chapter 4 your language should not be that specialized يعني المفروض ما تكتبيش بقى ايه الاكسبيرمنتال جروب حصل فيها كذا والكلام ده كان هناك في الستاتستكس هنا try to use simple general language 124 don't mention studies here ما تقوليش انا استاذ خلاص انت شابتر 5 انت هنا احنا قلنا كل اللي عايزين نقوله اتكلمنا عن استاذ في شابترز قبل كده ما بتحطش هنا بقى فلان اه يعني دونت كود تمام صحيح مفيش كودس بقى صح لا كله صح احنا بس نقدر خلفيه حضرتك عشان ايه
school of thought بس، فلازم في تفكر كده، انما الحاجات اللي كده ما نقدرش نتكلم فيها. Your conclusion is a copy of the results. خدي بالك conclusion انت كاتباها عباره عن copy من results. المفروض conclusion ليها صياغه مختلفه. تمام. Your references are well written. You just have slight slips. وانا يعني ايه حطيتك عليها remarks كده واكتفي بهذا القدر، ويا رب ما اكونش بس بتضيف ممتاز جدا 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 يعني. Okay, thank you very much, Dr. Marwa, for very deep and rich discussion. And thank you again for abiding by the 30 minutes time limit. We learned much from your discussion, and inshallah, the points that you noted will be taken into consideration, isn't it? Now, we turn to Professor Mirfad for examining the research. مش مصدق ان انا همشي تاني، فالحمد لله. First of all, I'd like to thank my professor, my brother, my friend, dear colleague, my love. Professor Dr. Ali Ula, عشرة عمر وزميل غالي وعالم جميل في كل شيء، يعني بجد يعني مش قادره اقول الكلمات، مش قادره تعبر عن دكتور علي بورا استاذنا الجميل. و thank you for your invitation to discuss the thesis. And thank you دكتور سماح رزق for your invitation also. زميله عزيزه جدا جدا، قايمه بالقسم كله بكل الديوتيز، والاول مره اقعد معاها على المنصه بعد تربيتها، ودايما كده الامام الدكتوره سماع قبل ما نشوف البروفيسور جميل. بنرحب كمان ويلكم دكتور مروى. The first time you come here. Yes. منورينا. منورانا فعلا، وان شاء الله مرات ومرات. اخر مره ان شاء الله. باذن الله، وفرصه سعيده ان احنا نسمعك. As for شيماء، ايه الحلاوه دي شيماء؟ والله العظيم انا كتبالك برودكت اوف هاي كواليتي. ما شاء الله. منتج هقول بالعربي عشان ايوه عشان منتج عالي الجوده. والله العظيم ان شاء الله بجد، يعني بالنسبه لي البرودكشن اوف يور بيسز كماجستير وبيتعلم اللانجوج حلوه، هو بس البرونسيشن بس شويه عشان تشتغل على السبيك. كل واحد عنده مشكله بيشتغل عليها. فالحقيقه فنقول ليه بقى منتج عالي الجوده؟ Excellent acknowledgements and abstract. يعني حاجات بسيطة كده سلايد ايرور طبيعية. Good citation of references but not according to the APA style. أنا عايزة نهاية دايما في الريفرنسز وي رايت ذيم ايتاليكس. فتديهم ايتاليكس فأنت عاملاهم كله ال 14 فونت فنغير تو ايتاليكس. Excellent organization of chapter 2, review of literature followed by previous studies for each variable, but don't use definitions. ما تستخدمش definitions in chapter 2 يا جماعة خالص. انت اديتي definition of third in chapter 1 ف
فاحنا بنسميه review of literature عشان to give literature from books and periodicals and so on. فنبني كل الـ definitions of chapter 2. Okay. Point 3, you provided us with qualitative discussion in chapter 4 وده جميل. يعني مش بس بندي في chapter 4 quantitative discussion, qualitative, you قلتي a reaction of your students and the experiment, the treatment and so on, and this is good. Well, followed by supporting evidence from previous studies and also this is good. Okay? The last point, well-prepared and informative teachers guide Gamil for each, يعني every teacher come after you will read your teacher's guide and inshallah benefit from it. Okay? But, نبتدي من الأول كده. قلنا الأكلامنت مفيش حاجة في الأبستراكت بقى. أنت قلتي الإنسترومنتس بتاعتك speaking skills checklist. أنا عايز أعرف the difference between questionnaire and checklist. لأن جوه متن الرسالة مرة تقولي questionnaire مرة تقولي checklist. إيه الفرق يا جماعة؟ دكتور علي عايز يجاوب مكانك. ما قلت لك اوكي. اه طبعا. اه لا بالنسبه يعني الباحثين يعني لها ما هي مش عارفه عشان الصحه. Questionnaire there is a room for asking about your own opinion. But the checklist everything is there and you have just checked. You don't have any choice except check the ready-made items. And when you give to the jury, you give a checklist and then your question. I will ask questionnaire and then in checklist اللي انت خلاص استقريتي عليه. فمش عارفة انت في البداية اديتي questionnaire. بالنسبة للكيوردز بس تزودي EFL speaking skills and EFL. Prep stage عشان the abstract طيب معمولة في أي مرحلة و in Egypt كلمة Egypt ده according to the APA style. The table of contents no borders no margin نسيبها open. فنلغي كل الايه أنا بحاول معيش الكلام اللي قالته أستاذتنا. بالنسبة للacknowledgements احنا نزلنا في التيبل الكونتنتس ابستراكت ليست اوف تيبلز. طيب ليه ما حطيتليش الابندسيز والريفرنسز والبيج تايتلز؟ يعني بنضيف بعد ليست اوف تيبلز ليست اوف فيجرز لو عندك ريفرنسز ابندسيز والبيج تايتلز. ما عندنا حضرتك بس ايوه بس بنضيفهم في ذا بيجينينج اوف ذا تيبل اوف كونتنتس عشان نبقى عارفين بعد كده البيجز كام. لا انا سايبها عادي عادي. انا بتكلم تضيف تضيف ايوه يعني هي زي ما كاتبه اكنولجمنت صفحه كذا تكتب برضه ريفرنسز بيج كذا ابندسيز بيج كذا تضيفهم بس كشكل يعني. مش عارفة ايه الموضة الجديدة ان الباحثين الـ questions not followed by instruments. طب دين instruments دي according to the questions of the study. ليه مش موجود؟ برضو لاحظتها في ما كنت بناقش الأسبوع اللي فات حسين. مش عارفة. يعني ما باخد chapter 1 لوحده كده مفروض including everything. فالـ questions followed by the instruments. هو بس عشان احنا حضرتك يعني مش عاوزين نعمل تكرار ف instruments procedures وكده لها chapter by itself اللي هو chapter 3 فبننقل كل ما يتعلق بchapter 3 للchapter 3 بس as a reader from the beginning يعني I want to know everything about ما هو everything بقى you have the abstract و you have chapter 5 انا مش عارف هي فاشن كده شايفه مش فاشن هو الحقيقه احنا بنكتب منهم فعلا يعني
طبعا شابتر 2 ما نيجي نتكلم في حاجات ريبيتيشن كتير يعني الف مبروك بس بتاعت الدكتورة مارة importance of speaking you start with the 20 مش كده page 20 وبعدين theoretical background the nature of speaking لا على طول importance of speaking كل السبتايتلز دي شغالي يا جميل لو سمحتني ونيجي هنا the theory of multiple intelligence you refer to it as MI فلي why don't in brackets you write MI عشان ما الريدر يقابلها يبقى عارف الـ MI هي Multiple Intelligence وبعدين في Chapter 5 ده كل ده في Table of Contents ايه الفرق بين الـ Results and Findings مرة تقولي Results and Findings ايه الفرق؟ يعني في شابتر 4 you write results after statistical techniques and in chapter 5 you write findings. ايه التجلي؟ في تجلي النهارده يا دكتوره سماح عشان انتوا معايا عشان الدكتوره اناني ده روقت علينا كمان مع الليمون Introduction, very long. What must you tackle in the introduction? I want to push introduction and background. Why? Because the background is not here. I'm going to do the introduction, but I'm trying to say Frank and Arab because the people are there. So the introduction, you tackle your variables. تمام؟ جيتي بقى استطردتي جامد جدا عن السبيكينج ده بالك وبتكتبي لي سكند لانجوج في حين ان احنا فورين لانجوج بيج 3 وبعدين جيتي عملتي ريدندنسي تاني ها في بيج 3 جايباه من بيج 1 يعني في تكرارات كتيره جدا ها في ال نيجي بقى هنا ايه بقى اللي هنشيله من بيج 5 في شابتر 2 دكتور عين متكلمه ان ديتيل عن جاردنر وال 7 تايبس اوف انتليجنس نو نيد تو رايت ذم شابتر 5 من زي كنت طويله الانترودكشن وجاي شرحها تاني برضه في شابتر 2 فبس اعملي لها ريفرنس لها ان جاردنر 87 ايدنتيفايد 7 types of intelligence between brackets اكتبيهم بس وخلاص بدون explanation لانك انت شرحاهم في الشابتر 2 وبالتالي الانتروداكشن هتقل خالص هتبقى اوكي اوكي وفي جزء في شابتر 8 في بيج 8 برضه redundancy الـ first two paragraphs يعني هتلاقي introduction قلت وبالتالي الرسالة هتبقى لذيذة قليلة يعني لما مسكتها الحقيقة لقيتها كبيرة شوية برضو في نقطة تانية محدش بيكتب الـ background بتاعها يعني هو اسمه the problem and background طب ايه what is the function of background يا شيماء كتبنا في الانترودكشن الفاريبلز اوف يور ستاف الباك جراوند دكتور علي يعني عمل سيشنز جامده جدا عن ايه مناهج البحث الباك جراوند ده عشان يور فيلينج اوف ذا بروبلم ازاي حسيتي بالمشكله عشان تكونفينسينج فبنجيبها منين؟ انت كاتبه ان انت يو ار تيتشر اوف انجلش مش كده؟ يبقى اكيد حسيتيها فروم يور اكسبيرينس حاجه ثانيه بس امتى اعمل البايلوت ستادي يا شيماء؟ مش كل موضه يعمل البايلوت ستادي البايلوت ستادي وين ذير ار نوت انف لوكال لا لوكال ستادي مفيش دراسات محليه اتكلمت عن ها يور
study يبقى في الحالة دي طب أنا أعمل لكن أنت عندك enough وبالتالي أنا زعلانة منك ما جبتيش أي Egyptian or Arabic studies في ما قلتيش خالص عن الموضوع لا ده multiple intelligence نسيب المكتبة تحت دراسات قد كده المفروض ان انت تضعها لي في البلد انا فاضل عشان ما تقولش في الحاجات دول انا ليا 7 بيبرز دكتور عالي يعني عمل انت ابو الموضوع دكتوره سماع اهو اورا اهي اهي قلب اهي ايوه اهو تضيفها بس في الباك جراوند ليش مش بتوين مش اهو اه في الباك جراوند انا استغربت لا قلت معقوله لا كل شغلي راح ولا ايه لا ما راحش لا ما راحش ف how did you feel the problem فعندنا sources انت كمدرسة وعندنا previous studies وعندنا ايه كمان لو انت حضرتي conferences او symposiums بالمجال ده اعمليها ولذلك بقى كده ممكن او ايه خلاص ما عملش pilot study لو في ايه نعم لكن مش الكل يقول لك pilot study pilot study اهو اهو بس بظبط لها بس عامل زي يعني المراقب في اللجنة باقي من الوقت ربع ساعة من أول الكورونا والناس كلها كده انت لخبطتني الديليميتيشنز في بيج 14 انا بس بنظبط كده تقريبا الشابتر 1 يعني طبعا كلها حاجات بسيطة بس عشان في الآخر دي اسمك ان شاء الله قولي لي كده الانسترومنتس بتاعتك تحت اهو الليميتيشن اسامبل اوف اوف اي اف ال دي في دايما اي اف ال ها سكند نير ها اوكي ها فين بقى الليميتيشنز الثانيه ذا تكست بوك اللي هو one word ما يبقاش two words text book one word of EFL second year private institution بس implementation احنا قلنا نكرر بقى السامبل الثاني لا مش سامبل مش عايزه سامبل عايزه speaking activities لان انت رسالتك في صعب speaking activities شورت كل يبقى you limit in brackets between brackets the activities you are going to improve دي هتبقى نمبر 2 نمبر 3 برضه الام اي اكتيفيتيز ده انت عنوانك المالتيبل انتليجنس اكتيفيتيز فبرضه ايه هما الاكتيفيتيز انا لغايه دلوقتي مش عارفه ايه اللي خدتيه عشان يبقى دي ليميتيشن خدتي كتير قوي 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 عشان كده ما عندناش ليميتيشنز يعني ال 7 انتليجنسز كل واحد مالتي بلاي باي مثلا 10 12 فعمليه ما تقدرش لا لا خلاص يبقى كفايه دول ايه شابتر نيجي للديفينيشن اوف مالتيبل انتليجنس كلاس روم اكتيفيتيز كاتب لك يا شيماء وير از يور اوبريشنال ديفينيشن انت عملتي اوبريشنال ديفينيشن للسبي اوكي فين بقى المالتيبل انتليجنس فاحط هنا ونقطه ثانيه في الديفينيشن اوف تيرمز نو كرونولوجيكال بورد نو يعني بدأ الدون 2015 بعدين 1999 بعدين 2004 لا لازم يبقى فيه كرونولوجيكال اورد 99 2004 2015 يبقى فيه كده بالنسبة للديفينيشن اوف ليه why don't you take appropriacy ده لسه كنت بسأل الدكتورة سماع انت واخدة pronunciation والvocabulary والgrammar under the component accuracy مش كده؟ fluency and comprehensibility why don't you take appropriateness or authenticity وانت حطاهم يعني انت مش حاطه في الريفيو اوف literature comprehensibility فيضيفيها عشان نعرف what you mean by that او كنت خدتي بقى ايه component تاني فمن فضلك add يعني صحيح الاوثر كاتب الاوثنتيسيتي والابروبريسي لكن مش ضايف فانت تقولي بقى مش هتضيف كذا ما تدرسش كل حاجه لا انا اقصد تضيف تضيف بس في الريفيو اوف ليترشر كومبرهنسبيلتي شوف مين اللي اتكلم عليها وضيفيها
عشان تبقي انت واخداها في يور تيست. شابتر 3 يلا شابتر 3 استنى بس بس احنا قلنا خلاص نظمنا بس برضو عشان يبقى في كونسيستنسي انت بدأ الانترودكشن في شابتر 2 قلتي بعد 10 دقايق طيب اول سطر شابتر 2 is divided into 3 sections وجايه بقى في وسط الباراجراف كاتبه لي ايه part انا معلش اكلت شويه خلاص يبقى نقول the second section and the third section واحد يعني لا هو بالظبط خلاص هنبتدي سيكشن 1 هنسميه ايه يا شيماء ذا سبيكنج سكيل حطي تحتيها بقى اللي انت عايزاه شيلي بقى كلمه نيتشر وامبورتنس والكلام ده كله واتكلمي وتشيلي لي الديفينيشن اوف سبيكنج والكلام انا عايز استنى بيج 40 and 41 هنشيلهم كنت بقى هنقلل الرسالة بتبقى صغيرة ازاي؟ لأن كلها ريبيتيشن انا بحاول اتفادى بقى الحاجات اللي قالتها الدكتورة مرفا بيجي 61 كلمة بس ما عرفتش معناها بصراحة the third line page 61 the third line debates بعدين امبروم بس ديش 61 the third line after debates امبرومبتيو دي اساسا فعل الانتقالية ده هي بس ما هيش كومنت هي اتس نوت كومنت يعني هي معموله باللغه بتاعتنا مثلا ايوه ممكن لاتين 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 زي ميديوم الكلام ده خلاص ثانيه واحده كان مطلع لفتت نظري يا شيماء زي الممثل كده من عنده سيتن كارد يس شابتر 3 بيج 95 ذا ديزاين وي سي تو كونتاكت جروبز نوت اندبندنت جروبز يا هاشم سكند لاين لسه كتب اندبندنت يس after the word design the second line two contact groups you see right. independent what do you mean by independent groups experimental control يعني ولا ايه مجموعات مستقلة مش فصلين مختلفين بس كل فصل كما هو فيه. كلاسز. يعني لخبطتي حطيتي كلمتين فاحنا بس خليها برضو وان وورد. اوكي؟ في بيج 96 under the word participants this is redundancy again. الكلام ده قلتيه في الديزاين رجعتي تاني في participants. طب ما تتكلمي في الديزاين عن يور ديزاين اونلي والبارتيسيبنتس اشرحيهم بقى الكونتاكت كلاسز والكلام ده اندر ذا بارتيسيبنتس فمحتاجه هنا ان انت ريد رايت
participants لأن كده هيبقى تكرار. برضو في page 97 أنا كاتبة the speaking skills checklist. بعدين إيه بقى تحتها إيه بقى شيماء؟ the speaking skills checklist. بعدين in order to design a questionnaire. طب أنت بتتكلم عن checklist؟ احنا قلنا بقى انا قلت بس كان بقول لك لا بصراحه بقولها بصراحه. نيجي بقى في 98 بقول لك هنا الجوري concentrated on grammar vocabulary comprehensibility no pronunciation or no fluency. مش حطيت لهم في الاول sub skills grammar vocabulary ولا حطيت لهم ايه في الاول؟ لان in the rubric you measure all. فهو كان يعني في هنا contradiction between اللي انت عملت عليه الاختبار خمسة هو اللي يبقى فيه الروبريك هو اللي يبقى فيه الكوشنال الفاليديتي بتاعة الكوشنال بس عشان مبقاش فيه لخبطة يعني بي كونسيستنت. فانت تشوف ماشي يا استاذ. نيجي بقى في الباراجراف نفسه from responses of the jury عدي لي كده how many the jury members chose 6 sub skills وجاي حطهم لي between brackets. هل دول 6؟ انا عديتهم هدول. number 1 relative clues ادي number 1. paraphrase without difficulty number 2. indicate sequence مش عارف وبعدين كاتبه الجوري. لا لا دي دي فيها خطا فيها غلطه فيها خطا. طيب اللي بعد لا يعني مش اللي بعده لا وهدخل خلاص انا فيها غلط. لا هي بس تقولي لي هم مش دول اساسا مش دول اصلا مش هنحطهم لنا في الفاليديتي اللي هي فيها خطا. هاي تصلحيه عشان خاطر الدكتور. لا مش عشان خاطري هي وهي بتعمل اصل انا فاهم الحاجات دي. الباحث لما بيجي في الاخر بيعمل بقى كاتنج اند بيستنج ويظبط حاجته ساعات بيجي معايا من دراسه حد تاني حاجه لان دي مش بتاعتنا خالص. شيل الباراجراف فاكره ان انا هبايد عليها. ايوه بجد ماشي ما كده. في بيج 99 التست ريابيلتي انا حسيت ان 60 طالب كتير قوي يعني في سبيكنج يا شيماء وكنت لوحدك كان كفايه 40 يعني اصل بتسمع هارد ورك يعني صح نود عليها يعني يعني انت طبعا كان في سي دي وبتفرغيه دكتور الماني حجز لنا الساعه كام؟ مش لسه خمس دقايق دكتور الماني مش مفتوح معلش لسه حوالي خمس دقايق بس لسه حوالي خمس دقايق عاوزين يعني بيج بوينتس كده زلزل البنت وهي قاعده يعني الحد هيروح بس عاوز ميجر بوينتس اكتر من كده. طبعا هو في حاجه احنا سمعنا حاجه لسه. طب يعني عايز نتكلم بس بقى ميجر يعني بصراحه كل ده مش ميجر. والله ده كل الحاجات يعني تراويح كده. طيب what is the difference between table 3 and table 6؟ بص بقى التيبل 3 كام 99 table لو establishing the ability of the speaking skills test. بعدين البايلوت ستادي الدكتور عامي برضه لخبطني ما حطيتليش سب سكيلز ولا حطالي ابنتكس. لا سب سكيلز اوف سبيكنج اللي قستيها في البايلوت ستادي ايه؟ ما يفيش مش علميه كده يا شيماء. ما احنا قلنا الكلام ده للدكتوره مروه. انا رديت انا على الدكتوره مره في لا انا عايزه ابندكس بس للبايلوت ستادي ايه السب سكيلز اللي اساسا. كمان عاوز اقول بس حاجه البايلوت ستادي دي حاجه بس بنقول ان في مشكله جميل انما هي ليس لها اي قيمه اذا كان الريفيو في ليترشر بيقول ان في مشكله. حلوه الريزلتس بقى بتاعت البايلوت ستادي ما هياش حطاها ان ديتيل. انا فاهم وحشين في اي سب سكيل. ليه بقى؟ لان هم في المدارس ما بيبصوش زينا. احنا هنا بنعمل بحث علمي فبنخضع الظاهره الى دراسه اجزائها عشان نطلع بالكل. هم هناك السبيكنج بيحطوا درجه واحده جاي حاطه البرونسيشن احسن درجه في البري تيست
وهي اساسا البرونسيشن في الجامعه مش قادر اقول لك. لا قول لي ولا قول لي نفسها جاي حتى البرونسيشن حاجات كده انا حسيت. انت بقى بصي قاعده تعملي سوشيالايزنج في وقت تتفرج مش سوشيالايزنج. ايه الكلام مهم البرونسيشن حطها اكبر درجه ده يعني هو مش من عندها على فكره دي احصى طلع هي حطتها بكل امانه ملناش دعوه دي نتائج. خلينا بقى في تيبل 3 اند تيبل 6 يا تيبل 3 ام تيبل 6 تيبل 3 ده صفحه كام 99 و 102 ده الليابيليتي كويس و دي الكورليشن يا مش حتى لا 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 دي اللي هو في تشابتر 3 ده كورليشن. لا تيبل 3 نرجع لها تاني ايه عنوانها يا ماما دي كورليشن establishing reliability of the speaking skills test. لا لا نفس العنوان حطاه في تيبل 6 يعني بص حضرتك انت بص للجدول نفسه هتلاقي الجدول كل سكيل والكورليشن بتاعه زي بقى ترد ايوه تضيفها بقى التايتل كده التايتل ده سين انت عندك حق الثاني مره يبقى عندك يعني هنعمل اكتر من كده والله احنا مستمتعين بس تحطها حاضر وقت يعني ايه بقى لسه الدكتوره عمره عايزه تسافر برضه والله يا جماعه برضو ministry of education ما نقولش ده هي وزارة التربية والتعليم اقول ده لي شيلي ده على طول page 109 في experimentation في treatment حتى اظرف تقول treatment يعني في in the middle of this paragraph the researcher started with implementing a pre-post speaking test ما هو صح قولي هنا او بعد يعني عامل ايه بس هو بري ستارتنج هتبتدي بالبري لا ده هي ستارت ويز امبلمنتنج ايوه حد هنبتدي بالبري بوست على طول ما هو واحد بس مره بالاسم في مره بالاسم ايوه تقول بدات بالبري وقت البوست نقول البوست ماشي بس اصور 1 مش 2 بس استنى حكيلي في الاخر اخر باراجراف ده ها انا اتجاوز عن يا حبيبي دي لان معلش عارفه ما بمنحش اللقب ده لاي حد انا عايزك يعني بس حضرتك انا بتشرف بيك انا اكبر منك سنه انا بتشرف اكبر منك سنه هو حبيبي الغالي يعني ربنا يخليك ده لاست لاين يا دكتور عندي في نفس الباراجراف معاكي ذا ريسيرشر ادمنستر ذا سبيكينج بس لا قال بري ولا قال فانا عايزاها في الاول تقول بري وتشيل كلمه بوست حيراني وتحط بوست حيراني شيماء بس هي عارفاني ان انا دقيقه وما ينفعش نمشي كده لا احنا جايبين اثنين دقيقين مش واحد انت يا شيماء بتعملي ايه؟ presenting activities في 110 number 2 presenting activities انا بس بحاول اقول حاجات ما ينساش الدكتوره ما الله احنا مش مقيدين ان هي ما قالتش حاجه بلازم نقولها يعني طيب ايه بقى بكتبها لك وات ار ذيس اكتيفيتيز جيف اكزامبل يعني اللي هو انا حضرتك انا معاك نمبر 2 presenting activities presenting activities students were exposed to daily plan enriched with اصلا بتتكلم عن treatment فمعنيش ايه الاكتيفيتيز دي يعني كنت تقولي انواع الاكتيفيتيز انت عندك حاجه اسمها ام اي مينيو خلاص اكتيفيتي مينيو في اللي فيها يبي كلها لسه ايه اللي استخدمتيها في التريت ما بيها اكزامبلز اكزامبلز اوف اكتيفيتيز دي نمبر هي حاطه محطوطه رقم كام 3 شابتر 4 شكله ما فيهوش حاجه غير في الاخر 120 ولا يهمك باراجراف 2
نقدر نقول from English speaking skills كاتبة for first year English major students. أنا شغالك كلمة first year English major students مش عارفة ليه. ما هو لانه مفيش حاجه اسمها first year major students. هو احنا في الجامعه في الكليه يعني دول تخصص انجليزي ولا انت عندك في المدرسه تخصص انجليزي وفرنساوي مثلا ولا ايه؟ شيرين خلاص. وبعدين بقى تيجي في نفس الباراجراف في الاخر حد تاني يعني first year. يبقى حد تاني على الجامعه لا اهلا بس بصي هي حطاها تكرار في اللاين اللي قبله صح في اللاين اللي قبله فوق بعضها صح اكيد انا شبهه الحاجة يعني يبقى عشان كده في ريبيتيشن الجمله كلها ماشي. وبعدين في نفس الباراجراف يا شيماء كلاس روم اكتيفيتيز از ان افكتيف واي تو ديفلوب انت عملتي ديفلوبمنت ولا انهانسمنت؟ مش انت شغاله كله انهانسنج؟ ليه قلتي ديفلوب؟ في فرق بين الديفلوب وبين الانهانس. خلاص ماشي ما صغرناها بس هي بقى وتاني حاجه وين؟ ليه ما سميتيهاش استراتيجي؟ ليه ما سميتيهاش يعني هنا او تكنيكس؟ قلت كلاس روم اكتيفيتيز از ان افكتيف واي. كلمه واي مش عجباني. صحيح عندك حق قدر بعض. والله بجد عندك حق فعلا. ايه وي؟ ايه وي دي؟ يبقى ايه؟ مع ان في السايلنت وي ماشي ده الميثود يعني ده ميثود كبير ده ميثود انما دي اكتيفيتيز. انت اكيد معجب بالحوار اللي بينه وبين الدكتوره سجل ده ايه اللي حضرتك بقى بالنسبه للمبحثة ايه؟ لا انا يعني وائل عبد العزيز مش انا عندي بقى اهلا وسهلا يا اختي لينا يعني اهلا وسهلا طيب بصراحه مشرفانا يعني والله حاجه جميله بس ناخد دايما بعد 10 سنين المبحثة بقى ماشي هو ممكن مش محتاج دعايه يعني ما شاء الله دكتور عادي يعني طيب هنقول ايه بقى؟ شابتر 6 لا يعني استراتيجي ولا تكنيك؟ اذا انا افكتيف يعني شيليها او حد يعمل لها بارافريزنج تاني عشان نخلص منك يا شيماء. انت خلاص بقى ما نقولش سامبل نقول بارتيسيبنت في السكند باراجراف في السمري بارتيسيبنت خلاص وتضيفي كلمه كونتاكت تو كونتاكت وبعدين ليه تراديشنال ميثود؟ خلاص بنقول عليها ريجولر ففي يعني كلمات كده انا مصلحها لك وتضيفي لي اي اف ال وي ده تاني حطيتي لي تشيك ليست تعالي بقى في بيج 1 2 3 نمبر 3 مالتيبل انتليجنس بيزد اكتيفيتيز امبروفد اكسبيرمنتال جروب ستودنتس سبيكينج سكيلز بات ذا كنترول جروب ستودنتس who were taught through regular teaching or to regular ليه مرة تقولي تراديشن؟ عشان تعرفي؟ خلي consistent تعرفي. didn't show any improvements وانا كاتبة لك not fair. انا مصححها لك امبارح في ايه؟ في البرزنتيشن. قلت لها مفيش حاجة اسمها didn't show any دي لا يمكن. طب نمرة كام دي؟ دي خمسة. صراحة. خالص يعني العيال الولاد خالص ضايعين. صححتها والله في البرزنتيشن بتاعتي. طب ما صححتهاش ليه؟ احنا هنلغي في الصباح ان شاء الله. طبعا. طيب. يلا عايز ايه بقى؟ بص لك. عاوز ايه بعد كده يا سلام؟ تعالي بقى في التيتشرز جايد 167. انت قلت ان هو احسن لا ده جميل بس مش عايزين لا بس انت قلت اي والله حضرتك اكسترا تايم دلوقتي تنمي والله العظيم يعني الدكتوره مره هتزعل مني نقطتين هما نقطتين هتكلم فيهم يعني نسمح لها بنقطتين خلاص خد راحتك ولا اي مشكله عندك انا كاتبه لك بس هو حلو بس ات نيدز تو بي سامرايزد يعني لخصيه كونجنسد شويه لخصيه شويه وبعدين في بيج 164 اديني بقى السيريز اللي هو ذا ثيرد لاين فروم ذا بوتم
the student's book. Mention بقى البوك اللي انتم قرات عليه. هلو فيرجن كاسكيو. هلو براكتو. ها؟ حطين. بعدين before the teacher prepared, انا مصلحة لك prepared, انت the teacher اللي هو the researcher. Maybe the researcher. وانا هفتكر another teacher. خلاص؟ page 165 at the bottom. اخر سطرين. اقريهم كده دي. longer periods of time. يعني double periods نمت الحصة حصتين يعني انا عايزها بس تفسرها instrumental to more in depth work. جميل فسرها. المدرسة كانت بتاخد فترة وبتاخد فترتين على الاساس شمال الاساس154 والله قعدت اعدهم في يومين. خدت كام سنه عشان تعمل الرساله دي يا ابني؟ اربع سنوات بس دي مش بحثه عاديه. والله العظيم انا بتكلم بجد. كتبت لها اهو بتاع منتج عالي الجوده. ايوه ايوه فكاتبه لي كده ما شيلي بقى شيلي كل الاوت اوف ديت نقي عشان الدكتور نقي وريتن ان ايتالكس دي الملاحظات بالنسبه مش كله مش كله والله يا دكتوره سامر الخمسه بس شوفيهم عشان لقيتهم مش هنزود عليهم حاجه خالص طب عايزين في ايه ستايل ودي كومنت يور ابندسيس ما انتش حاطه ديزايند باي ذا ريسيرشر ولا جايباهم اه الدكتوره مروه قالت لك كده قالت لك لا طب خلاص يا حاجه انت عامله شغل كويس وبتاعك انت ما تحطوش كده وخلاص من كده ديزايند باي ذا ريسيرشر اللي مشرفها كانت الدكتوره علي والدكتوره سامح كده عشان أي طيب وفي سكورينج طيب. الستودنتس بيرفورمانس دي يو هاف انذر ريتر كان معاكي انذر ريتر ولا انت اللي هي وزميلتها اللي كانوا بيطبقوا طب ما بتقوليش ليه؟ قول يا بنتي ما قلتيش الكلام قول يلا بقى الليست اوف جوري بس اخر نقطه ايه ما ايه الليست اوف جوري مالها؟ مش عارف بصي مالها ما اكيد ما تجيب صفحه الليست اوف جوري هتلاقيها صفحه جوري مزعلها منهم ولا حاجه مش عارف فين صفحه كام 464 ها 463 يعني انا كاتباها كمان كل لا طبعا لا اكيد انا مش مترتبين ابجدي من اول لقطه وايه انا والله يا شباب يا محسين اتمنى ان كل يعني كل ابندكس يتحط بيج كذا انت بتقول ابندكس 2 بقعد ادور على في الملاحق على ابندكس 2 ده صفحه كام ما اعرفش فهي دي صفحة 234 ايوه بس هو 200 هو لا وال والبوزيشن 33 دكتور هبه السيد بروفيسور اوف كريكولم اند انستراكشن اسوشيت اللي هي مين؟ اللي هي هبه السيد اخر واحده بتاعت بن سويف؟ اه ولا هبه بتاعت المينيا؟ المنوفيه اه لا لسه السوشيال والنقطه الثانيه احنا بنبارك طبعا لهبه مصطفى بقى خلاص الحمد لله يعني بروفيسور لا هبه اللي جايه بكره اللي جايه بكره لا لسه السوشيال انما بنتكلم على هبه مصطفى بتاعت التسويق والله والله الحمد لله بنجيب لك النتيجه بالكنترول يعني نقطه بقى الدكتوره اسماء غانم ثاني واحده كتبها منوفية يونيفرستي عين شمس يا بنتي عين شمس حبيبتي وزميلتي حبيبتنا كلنا بس خلاص ثانك يو فيري ماتش والحقيقه يعني مجهود رائع طبعا اول سوبرفايزرز وشيماء اشكرك جدا على جود ورك اند جريت ايفورت اند ثانك يو فيري ماتش ثانك يو طبعا
يعني بشكر اختي العزيزه الاستاذه الدكتوره ميرنا على ما تفضلت به. يعني الرسول عليه الصلاه والسلام له حديث يعني ايه رحم الله امرئ اهدى الي عيوبه. فطبعا كل عمل انساني او كل عمل يعني بشري يؤخذ منه ويرد اليه الا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الموحى به الي. فالحقيقه انا بشكر حضرتك والحاجات اللي قلتيها فعلا حضرتك والدكتوره مره الحقيقه حاجات دقيقه جدا. يعني انما انا سعيد برساله لانه يعني الحاجات اللي اتقالت كلها حاجات يعني ايه زي يعني ايه فينشنج تاتشز يعني ما فيهاش حاجات يعني حاجه ميجر او كده. والان كلمه الاشراف للاستاذه الدكتوره سماح. اتفضل يا استاذه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. السلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا أنا في قمة السعادة النهاردة إن دايما أي مناقشة لباحثين لينا الواحد يعني مبسوط جدا. وأول سبب بيبقى بنشوف ثمرة جهد سنوات ويعني الحمد لله بيبقى يوم فرحة يعني. طبعا الفرحه الكبيره ان الواحد بيبقى قاعد جنب اساتذته وانه يعني حقق حاجه في حياته، حاسس ان هو حقق حاجه في حياته. ده بالنسبه لي طبعا الحمد لله بحس ان هو انجاز كبير ان انا ابقى اتشرف ان انا ابقى قاعده جنب اساتذتي يعني الاستاذ دكتور علي قورا اللي بيكبرنا جنبه ربنا يكرمك يا رب ويديك الصحه، دكتوره ميرفت استاذتي الغاليه وحبيبتي يعني واول مره اعرف جنبها عن مصر فده شرف كبير ليا. دكتور ميرفت والله يعني منورانا النهارده والف على السلامه. طبعا منورانا بقى الدكتوره العزيزه دكتوره مروه واتشرفنا بيكي جدا النهارده بجد. حاسه ان انت اختي جدا ربنا يبارك فيكي واستفدنا من تعليقاتك الجميله يعني ناقده تحليليه فعلا تشكر قوي ان شاء الله. فان شاء الله دكتور علي بقى كده الناس الحلوه كده دكتور بقى الناس الحلوه دي يعني مش هي بس مش مناقشه عشان نقول الحاجات الصح والغلط في الرساله، هي تبادل وجهات نظر وتبادل مدارس وافكار. فاحنا كلنا انا دايما اقول كده يعني هي مناقشه لينا كمان احنا ان احنا بنتبادل وجهات النظر وكده والمدارس المختلفه فبتبقى فعلا مناقشة علمية ثرية للجميع يعني كل الأطراف. طبعا السبب اللي جمعنا النهارده طبعا شيماء، فبشكرك يا شيماء يعني خلصتي الحمد لله على خير يعني وفرحتينا وجمعتينا في مناسبة سعيدة. بقول فعلا أي بحث ليا بشرف عليه بحس إن هي إنجاز شخصي ليا إن هو خلص وبيناقش وحقق نجاح في حياته إن شاء الله. فبشكرك ان انت يعني كنت سبب في ان المناسبه دي تجمعنا وبشكر الساده الحضور على وجودهم معانا منورين النهارده والباحثين وعقبالكم كلكم يا رب ان شاء الله قريب. طبعا رحله الرساله دي بتبقى يعني سنوات شويه ساعات انقصرت او طالت يعني على حسب بقى نفس الباحث بقى هو حر يعني ثلاثة وحاجه بسيطه كده. فهو طبعا بيبقى ظروف بقى وحاجات عائليه وكده يعني ممكن تعطله شويه، بس يعني اكتر حاجه ان الحمد لله المنتج في الاخر بيبقى هاي كواليتي زي ما دكتور ميرفت قالت، ودي حاجه بتبسطنا يعني الحمد لله ان مجهودنا ما راحش فاضي وبقى حاجه مشرفه وبتسعدنا كلنا. وطبعا شيماء يعني من الباحثين التقويض ما شاء الله عليها اللي هو عاوز يتعلم وعاوز يفهم فيعني الحمد لله توجيهاتنا ما راحتش برضه في الفاضي. فببارك لك يا شيماء وبمشيشك النتيجه والدكتوراه ان شاء الله حاجه احسن جاي بتاع ليسانس والكلام ده و يعني مثلا لا اكبر ان شاء الله يعني مقبول عشان ربنا يجعل البروجيكت هو ربنا يجعلنا من المقبولين جميعا يعني بس بتقدير مختلف يعني ان شاء الله. وبشكركم جدا على وجودكم معانا وشكرا دكتور علي بجد على ان حضرتك من البدايه اخترتني في الاشراف معاك ان اكون يعني بشاركك في حاجه زي كده. شكرا لحضرتك شكرا جزيلا شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
والحمد لله والشكر لله على نعمي الكثيرة. ويعني ألف مبروك يا شيماء على يعني رحلة من الكفاح فعلا. لأن هي شيماء لما بتقولها أنا بقالي 4 سنين إحنا مفيش باحث عندنا بيقعد أكتر من سنة ونص. بس هي كان لها ظروف خاصة يعني، هي بدأت تبعد عن البحث وتقترب تبعد. فأخيرا قلت لها بصي يا تخلصي في الست شهور الجايين دول يا هتمشي. فطبعا فائت بقى سابت العيادة، قفلت العيادة بتاعتها شوية وكانت على العيادة مغلق للتحسينات، وجت بقى اشتغلت الشغل العلمي الأكاديمي يعني. فالحقيقة شيماء من الناس الكويسين جدا الحقيقة، وأنا بعتز بيها جدا جدا كباحثة، وبنت الحقيقة محترمة جدا وأخلاقها عالية. وده اللي يهمنا يعني، احنا بيهمنا بناتنا يا ما خرجنا بنات وشباب زي الفل. احنا كلية التربية، التربية عندنا مهمة جدا، الأخلاق عندنا مهمة جدا، لأن العلم ممكن يحصل من أي مكتبة أو ممكن يحصل من على الإنترنت أو كده، إنما الأخلاق دي هي أهم حاجة بيه. لأنه الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما بعثت معلما، فالرسول عليه الصلاة والسلام معلم، فإحنا بنهتدي بهديه، إحنا معلمين، لابد من أخلاقنا تعكس أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام. فأنا مرة تانية ببارك الحقيقة لشيماء وببارك لأهلها على حسن التربية، و يعني بشكر يعني من يشكر الناس لا يشكر الله. بشكر الحقيقة الدكتورة أماني محمود على الجهد اللي هي بتعمله مش مع الباحثة بس، مع كل الباحثين، والأستاذ وائل على حضور. وحضرتك مين بقى؟ زميل الاستاذ جلسه بشرى. مين حضرتك؟ نعم اسم حضرتك؟ محمد ضروري. او استاذ محمد شرفنا، وكل الناس اللي يعني كل الحاضرين كلهم باسم يعني الباحثين بتوعنا الجمال جدا، وفاء بسمة ودي وبسمة الثانية وشيماء كله الحاضر كله ورقية. انا على فكرة هناقشك رقية. انت بس سمعتيني بس كده مشرف، سمعيني مناقش بقى رقية ان شاء الله خير بإذن الله. طيب احنا بقى ماشي يا استاذ وائل، ماشي يا استاذ وائل الاعلامي استاذ وائل عبد العزيز طبعا شرفنا. طيب احنا هنستأذن حضراتكم كده بقى، انتوا تعبتوا من القعدة تشموا هوا كده بقى قدام الطلعه 5 دقايق بالظبط على يعني ومعاكم الباحثة، لو عايزين تاخدوا قطرة واحدة. شكرا حضرتك كويس خلاص هو يدي خلاص ترى بسم الله الرحمن الرحيم. قرار لجنة الحكم والمناقشة على الرسالة المقدمة للعين درجة الماجستير في التربية المناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية، أستاذ الدكتور علي عبد السميع محمد بورة أستاذ المناهج وطرق تدريس المتفرغ للكلية، الدكتورة ميرفة محمد صالح الحديدي أستاذ المناهج وطرق تدريس المتفرغ للكلية، مروة أحمد رفعت نعيم أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية كلية التربية جامعة كفر الشيخ أستاذ مساعد، الدكتورة سماح رزق رمضان حسن الرفاعي أستاذ المناهج وطرق تدريس المساعد الكلية، وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 25/8/2020. المناقشة ابتدت من الساعة 11:30 بكلية التربية جامعة المنصورة، وناقشت الرسالة المقدمة من الطالبة شيماء السيد إبراهيم رمضان بموضوع استخدام أنشطة الذكاءات المتعددة لتنمية مهارات التحدث باللغة الإنجليزية والكفاءة الذاتية لدى الطلاب أولاد تلاميذ المرحلة الإعدادية، وقد استغرقت المناقشة 1:30 فات واحدة. قرار لجنة الحكم بناء على ما سبق وبعد مناقشة الطالبة في موضوع رسالتها، ظهر للجنة أنها تحيط بمحتواها وتفهم نتائجها التي توصلت إليها وقامت بتفسيرها، والرسالة تقع في صميم المناهج وطرق التدريس تخصص اللغة الإنجليزية، وقد تمت كتابة الرسالة بشكل علمي صحيح. لذا توصي اللجنة بالإجماع بمنح الطالبة شيماء السيد إبراهيم رمضان درجة الماجستير في التربية المناهج وطرق التدريس تخصص اللغة الإنجليزية بتقدير ممتاز. ألف مبروك يا ست شيماء. بسرعة دكتورة سماح.
شكرا يا عم. حاجات بسيطه الحمد لله. ما فيش فلوس بصراحه صوروا عين هو فاو قرار يجلس الحكم ده بيتمطع عليه طبعا تحت اه بروسارس محمد بص لمين ليك انت صح مبروك عليكم.